واشنطن جميعنا في حاجة لأردوغان، تركيا علمت عليهم. في إطار تناول مجلة فورين بوليسي الأمريكية للعلاقات بين الغرب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشرت مقالا تحليليا تحت عنوان لماذا على الغرب أن يتصالح الآن مع أردوغان؟ وشدد المقال على أهمية تركيا وأردوغان، مشيرا إلى أن الغرب اليوم بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا الصدد أوضح المقال أن تركيا رفعت من مكانتها كثيرا على الصعيد الجيوستراتيجي من خلال جهودها الدبلوماسية إزاء الهجمات الروسية على أوكرانيا. وجاء في المقال أنه إذا استمرت تركيا بتقديم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، فإن احتمالية انتصار الأخيرة في الحرب ستكون أكبر، ولا سيما أن الرئيس أردوغان الذي يرتب الطرق البحرية بين المضائق والبحر الأسود كان قد أغلق المضائق أمام السفن البحرية أواخر شهر شباط فبراير الماضي. وأضاف أن الغرب بحاجة إلى تركيا في ظل الحرب الاقتصادية التي يقودها لإضعاف روسيا، لأن أنقرة قادرة بمفردها على إضعاف حركة التجارة الروسية في البحر الأسود، إذ يمكن لأنقرة أن تلعب دورا فعالا بإيقاف تدفق الأموال الروسية. فتركيا إحدى الدول القليلة التي لا تفرض قيودا على المدفوعات الروسية، وبإمكانها تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها البنوك الغربية على موسكو. وختمت المجلة مقالها بالتأكيد على أن تركيا باتت لاعبا أساسيا في تغيير خريطة موارد الطاقة بالنسبة للغرب، ذلك من خلال خطوط أنابيب الغاز التي تمر في أراضيها.